لدى عودته إلى قصره وفي جوجلة لما سمعه من مطالب، اعتبر الرئيس المكلف تمام سلام أن المهمة المركزية لحكومته هي إجراء الانتخابات النيابية إلى جانب المهام الأخرى، ولكن إذا لمس أن الانتخابات لن تجري وأن البلاد تتجه إلى مأزق سياسي فإنه سيسلم الأمانة. ونقل عنه قوله: إذا حصلت الانتخابات نستقيل، وإذا لم تحصل نقول إن مهمتنا انتهت، فحكومتي لن تكون حكومة تمديد للمجلس. الرئيس سلام كان واضحا بأنه يريد حكومته حكومة انتخابات منسجمة بأعضائها، أما إذا كانت حكومة سياسية مثقلة بالمطالب والحصص والحقائب فعندها لا يمشي الحال كما قال. ويؤكد أنه عندما أصبح رئيسا مكلفا أصبح للجميع، وهو حريص على ألا تكون حكومته ضد أحد أو مع أحد. وعلى رأس وفد كبير جدا من تيار المستقبل حضر مهنئا أمين عام التيار أحمد الحريري الذي أكد الوقوف إلى جانب الرئيس سلام. علينا أولا تثبيت إجراء انتخابات نيابية، لو بده يصير في تأجيل تقني حسب ما الاتفاق على القانون، ولكن الهدف أنه هيدي الانتخابات تصير. مش ممكن تكون هاي الحكومة حكومة تمديد للمجلس مثل ما مبين لحد هلأ؟ بعتقد التصريح اللي قاله اليوم دولة الرئيس واللي صدر عن أجواء الرئيس سلام بيقول أنه أنا جاي لحكومة واضحة الأهداف وهي إجراء الانتخابات النيابية. وزير النقل التركي زار الرئيس سلام، وكذلك سفير إيطاليا الذي نقل إليه رسالة دعم مع أمل إيطالي بالتوصل إلى قانون انتخاب لإجراء الانتخابات وفقا للدستور.